أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حديث اليوم، نستضيف فيها رئيس مجلس سوريا الديمقراطية السيد رياض درار للوقوف بداية على طبيعة الوضع القائم في شمال وشرق سوريا إنسانيا وسياسيا وميدانيا. وفي حديثنا أيضا نتطرق لإدلب وتداعيات التصعيد الحاصل فيها وإقرار الهدنة مؤخرا. لنتابع وإياكم مشاهدينا الأفاضل التقرير التالي حيال مستجدات الشمال السوري، ومن ثم نخوض في النقاش. بعد عدوان الاحتلال التركي على مناطق شمال شرق سوريا بداية الشهر العاشر من العام المنصرم، تأثرت مجالات الحياة في المنطقة بالحرب وارتداداتها، لا سيما المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، لتصبح المنطقة مهيئة للتغيير الديموغرافي، وبدأ فعليا في تل أبيض وغيرها من المناطق. الأوضاع الإنسانية تزداد سوءا للمهجرين بسبب قلة الإمكانيات المحلية وغياب المنظمات الدولية، خصوصا هيئات ووكالات الأمم المتحدة، رغم مرور نحو 3 أشهر على العدوان التركي الذي تسبب بنزوح أكثر من 300 ألف شخص من المناطق الحدودية الممتدة بين رأس العين وتل أبيض وفقا للإدارة الذاتية. في حين قال عضو الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي ألدار خليل إن حصر لجنة الأمم المتحدة دخول المساعدات الإنسانية عبر معابر خاضعة لسيطرة الاحتلال التركي والنظام السوري هو إعلان واضح لمنع إيصال المساعدات إلى مستحقيها. ألدار خليل أضاف أن الأمم المتحدة أحوج لأن تتحرك وفق دورها واسمها أكثر من موضوع دعم مناطق شمال وشرق سوريا بالمساعدات، معتبرا أن رؤيتها للواقع بشكل حقيقي مهم، عدا ذلك يعتبر تطورا خطيرا. وميدانيا يستمر التوتر في نقاط عدة من محيط الطريق الدولي M4 مع استمرار الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي بشن الهجمات من حين لآخر، وتشير المعطيات إلى محاولات حثيثة من قبل الأتراك لاحتلال الطريق الدولي M4 في ظل الصمت الروسي غير المبرر. ومن ضمن سلسلة الانتهاكات اليومية التي ينتهجها الاحتلال التركي هي إقدام فصائل إرهابية تابعة للاحتلال على عمليات سلب طالت مواطنين قرب بلدة راجو في ريف عفرين المحتلة وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. هذا العدوان أثر بشكل كبير على منح الثقافة الذي بات هشا بعض الشيء، فالثقافة تحتاج لبيئة آمنة ومستقرة، حيث أصبح للناس في الشمال السوري اهتمامات كثيرة غير القراءة بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة في ظل انخفاض مستوى الليرة السورية أمام العملات الأجنبية. أما سياسيا لا يزال التوصل إلى اتفاق بين الإدارة الذاتية ودمشق بعيد المنال، في ظل دعوات متكررة من قبل الإدارة لبدء حوار جدي وتجاهل حتى اللحظة من قبل النظام. وللحديث معنا هنا في الاستديو السيد رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية. سيد رياض أهلا وسهلا بك. أهلا بكم. نبدأ من تقييم عام لمجلس سوريا الديمقراطية للواقع الراهن في شمال وشرق سوريا. يعني المتغيرات التي تحصل وهي متسارعة وخاصة بعد العدوان التركي أثقلت علينا التجربة. كنا نعتقد أننا في لحظة من اللحظات سوف نستطيع يعني أن نقيم معادلة حقيقية لاستقرار المنطقة، إضافة للدخول في مرحلة تفاوض حقيقي مع الحكومة السورية الوصول إلى نتائج في الحل السياسي. يبدو أن هذا العدوان أثر كثيرا على الأحداث، وهذا اضطرنا لأن نقيم تفاهمات جديدة. هذه التفاهمات جرت من جهة مع الجانب الروسي، ومن جهة مع الحكومة السورية مع الجيش العربي السوري، وكان هناك محاولة لإقامة تفاهم من أجل بناء أرضية ثقة تقول أن التفاهم العسكري لحماية البلاد وسيادة البلاد وحدود البلاد هذا يمكن أن يقيم فيما بعد فرصة لتفاهمات سياسية حقيقية. هذه الأمور بدأت ويعمل عليها من أجل أن تكون أكثر إنجازاً وإنتاجاً لما نتمناه ونطلبه في جانب الحل السياسي والمشاركة الحقيقية والتفاعل بين كل أبناء سوريا على أرض سوريا الواحدة. نحتاج إلى جهود كبيرة، وهذا الأمر ليس سهلاً أمام اللاعبين الكبار الموجودين. نحن لدينا الآن أمريكا وروسيا وإيران وتركيا في المنطقة وتتلاعب فيها وتتنافس وتتصارع
وأحيانا تقايض الأرض السورية لصالح تركيا على حساب السوريين وحساب سوريا وعلى حساب الحل السوري لاحقا. هذا كله يتطلب منا مزيد من الجهد، أولا في الصمود في الدفاع، في إمكانية تأمين حقوق الناس وحاجاتهم بعد عملية النزوح التي جرت بسبب العدوان التركي. كل هذا هي من الأمور المرهقة لمنطقة محاصرة. إضافة لهذا، نحن نسعى أيضا في جانب الحل السياسي لإقامة كثير من التفاهمات استطعنا أن نحصل عليها بالجانب الدبلوماسي مع دول كبيرة على المستوى الأوروبي وعلى المستوى العربي. هذا يمكن أن يعطينا تقدما لأن نكون جزءا فاعلا في العملية السياسية. طيب نبدأ بالوضع الإنساني. العدوان التركي مؤخرا تسبب بتهجير نحو 300 ألف شخص. هنا يؤخذ في الحقيقة على دور المنظمات الدولية. سمعنا نداءات من المخيمات التي أقامتها الإدارة الذاتية سواء في واشوكاني أو حتى تل السمن عن قلة الإمكانيات المتاحة مع التغافل المقدم من قبل المنظمات. بكل أسف نحن منذ فترة نشكو من دور هذه المنظمات. هذه المنظمات ليس لها دور فاعل حقيقي في حماية المتضررين وفي تقديم المعونة لهم، وكان أكثر المعونات تأتي من الداخل ومن أبناء المنطقة ومن إمكانياتها الداخلية. هناك قيود على حركة المنظمات، منها أن هناك اشتراطات ألا تدخل المنظمات إلا من خلال النظام، ونحن نعرف والجميع يعرف أنه عن طريق النظام عندما تدخل المساعدات يعني تذهب باتجاهات إلى غير طريقها الصحيح، وربما جزء منها يأتي لمساعدة المحتاجين. هذه واحدة من سلبيات تفاعل المنظمات مع الواقع المرير في هذه المنطقة. ليس هناك جرأة في اتخاذ يعني حركة معينة تستطيع أن تقدم مساعدات كافية. المعونات والمساعدات التي تأتي من قبل الدول التي تعمل في التحالف وتكون هذه من ضمن عمليات حركة التحالف والمساعدات التي تأتي عن طريقه، كل هذا الأمر يحتاج منا إلى مزيد من الضغط على هذه المنظمات لنصل إلى إنجازات حقيقية وإمكانية توصيل المساعدات لمن يحتاجها للمستحق الحقيقي، وهو منها النازحين الذين خرجوا من مناطقهم بعد العدوان التركي، ومنها أيضا النازحون الذين كانوا موجودين في هذه المناطق قبل ذلك. طيب، كان بالأمس شد وجذب في مجلس الأمن الدولي حيال موضوع إدخال المساعدات الإنسانية عموما إلى سوريا. كان هناك إصرار روسي على حصر دخول المساعدات عبر نقطتين تركيتين فقط بالإضافة لتقليص المدة لستة أشهر. طيب لما الإصرار الروسي فقط على دخول المساعدات من خلال التركي؟ أولا، التنافس الأمريكي الروسي هو الذي يجعل التركي يستفيد من كل أنواع التنافس، وهم يقايضون مع التركي لمن يكسب تركيا إلى جانبه. هذا بكل أسف يكون على حساب الأرض السورية، وروسيا الآن تريد أن تتقدم خطوة أخرى جديدة في التحكم في مسار العملية السياسية وفي مسار الأحداث في المنطقة، وبالتالي فإنها تمارس دورها من خلال مجلس الأمن بالضغط على الدول حتى تتحكم في هذه العمليات. تستطيع ذلك لأنها تمتلك قرار الفيتو، وبالتالي الدول أيضا تستجيب لهذا الضغط لأنهم إمكانية المساعدات يجب أن تكون موجودة وأن يساهموا فيها، وغالبا هذه المساعدات تكون عن طريق هذه الدول. طيب، في الحقيقة كان يحكى عن خطط لربما لتوفير عودة آمنة للمهجرين من تل أبيض ورأس العين إلى مناطقهم الأصلية. هل ثمة أي جديد في هذا الإطار؟ وجود تركيا و يعني المسلحون الذين يعملون بإمرتها لا يستطيع أحد أن يعود، ولدينا تجربة عفرين. عفرين الآن تعاني، أبنائها الذين بقوا في عفرين يعانون، هناك عمليات خطف، عمليات اغتيال، عمليات سرقة، عمليات تغيير ديموغرافي حقيقي على حساب أبناء البلد، وهذا ما يمكن أن يحصل في هذه المناطق بغض النظر التركي على أعمال وأفعال هؤلاء المخربين. لذلك أعتقد أن الناس لا تستطيع أن تعود آمنة، ولا يمكن هناك من يضمن
هذه العودة. العودة يجب أن تكون ضمن قرار دولي حقيقي ومراقبة حقيقية فاعلة لوجود هؤلاء الناس في مناطقهم وفي بيوتهم التي خرجوا منها. طيب، بالأمس جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن تحدثوا عن ضرورة استكمال ما تسمى بالمنطقة الآمنة في شمال وشرق سوريا. برأيك هل تبدو الطريق معبد أمام هذه الطريق؟ طبعا في إطار الاتفاقات بين الجانبين. هذا جزء من المقايضة التي تكون على حساب السوريين والأرض السورية. لا يوجد شيء اسمه منطقة آمنة. هذه منطقة ليست آمنة بوجود المخربين الذين يأتمرون بأوامر تركية. المنطقة الآمنة ليست آمنة عندما يكون هؤلاء موجودين فيها وهم لصوص بالمعنى الكامل، وهم يعني يحملون أفكار تخريبية في عقول الناس وعقولهم، يحملون الفكر الداعشي وتصرفات داعشية باستمرار. بالتالي لا يمكن أن تكون هذه المنطقة آمنة. ثم ما معنى منطقة آمنة وهي منطقة محتلة في الحقيقة، وهي منطقة يجري فيها تغيير ديموغرافي، وبالتالي أبناء المنطقة الذين خرجوا يطالبون بشكل من الأشكال بعودتهم، وقد يحاولون بطرق أخرى لنيل حقوقهم غير هذه الطرق التي يبتزونهم بها الذين يتفقون على حسابهم. هذا التخطيط رأيناه من قبل ولم يؤتي بنتيجة، وبالتالي فعلى المجتمع الدولي وعلينا نحن أيضا أن نعمل جميعا من أجل أن يكون هناك خروج تركيا بالكامل من هذه المنطقة، وأن يعود إليها أصحابها، وأن تكون آمنة بوجود أصحابها فيها وهم الذين يحمون هذه المناطق، وتبقى الحدود عندما يريد التركي الحفاظ على أمنه القومي وأمنه الوطني أن تكون هذه الحدود محروسة من قبل قوات دولية. وبالتالي كل رسم لما يسمى المنطقة الآمنة هو مقايضات على حسابنا. طيب، لا ونحن نتكلم عن الوضع الإنساني لابد أن نستذكر المنحة المقدمة من اليابان إلى مناطق شمال وشرق سوريا. سمعنا حينها حديث من الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية بأن هذه المنحة لربما تساهم في مشاريع التغيير الديمغرافي في المنطقة. ماذا لديكم هنا في هذا الخصوص، وهل تم تجهود مبذولة للتوضيح للعالم الخارجي حقيقة الآلية الممكنة لكي تصل المساعدات لمستحقيها بشكل سليم؟ المشكلة في أي منحة تأتي هو كيفية إدخالها وكيفية التعامل معها عندما يمكن أن تكون في مجال يعني التحكم بها. المشكلة أننا سمعنا بهذه المنحة، لم نسمع كيف يمكن أن تتم وكيف يمكن أن تدار. هذا أمر يحتاج أعتقد إلى كثير من المداولة حول الكيفية ولماذا أعطيت وكيف يمكن تصريفها. طيب، نقطة أخرى إنسانية، الحديث يدور عن ما يقارب ما بين 4000 إلى 5000 ممن هجروا مؤخرا من مناطق شمال وشرق سوريا إلى كردستان، عادوا إلى الشمال السوري. ما هي أهمية هذه الخطوة ومؤشراتها طبعا؟ أساسا نحن منذ البداية وقبل أن يبدأ العدوان التركي كنا نطلب من كل النازحين والمهاجرين أن يعودوا إلى بيوتهم، إلى أماكنهم، إلى أماكن استقرارهم السابق دون أن يتعرضوا لأي مساءلة، وهذا الأمر كان موجودا قبل هذه الحالة. أيضا هناك انفتاح سياسي فكري من أجل التفاهمات سواء كانت كردية أو مع جميع أبناء المنطقة ليعودوا إلى مناطقهم ويساهموا في إدارة شؤون حياتهم والمشاركة أيضا في كافة النشاطات سواء كانت سياسية أو إدارية بفاعلية حقيقية والأيدي مفتوحة للجميع. لا يستطيع أحد أن يمنع أصحاب أرض وأصحاب يعني وجود في المنطقة أن لا يعودوا إليها. إضافة لهذا هناك انفتاح على الحل السياسي بين كل القوى التي كانت متنافسة في لحظة ما أن تأتي وتشارك، وللأحزاب أن يفتحوا مقراتهم الحزبية، وللناشطين أن يتواجدوا في الشارع السياسي، وأيضا يمكن أن يكون هناك تفاهمات لمزيد من العطاءات التي تؤدي إلى شراكة حقيقية وتفاعل حقيقي في مصالح هذه المنطقة.
وإدارة يعني مشاريعها الفكرية السياسية الحياتية، كل هذا يمكن أن يكون بحالة أمان حقيقي، لأن أبناء المنطقة الآن والمشروع الذي نحمله سواء كان في مجلس سوريا الديمقراطية أو الإدارة الذاتية هو مشروع منفتح على الجميع من أجل أن يعطي صورة مثالية لتجربة سورية مكتملة، تستطيع سوريا لاحقا بعد الحل السياسي والتسوية السياسية أن تقتدي بها وأن تعمل على هديها ومنوالها. طيب إذا ما انتقلنا إلى الشق الميداني، ما زالت هجمات الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة لهم مستمرة على الطريق الدولي M4، أي معنى سياسي لذلك؟ هذا ما قلناه، أن المنطقة ليست آمنة، والنظرة إلى المنطقة هو نظرة احتلالية، وكل ما يجري فيها هو تهديد أمني للناس الآمنين في المناطق التي تم احتلالها وفي الحدود التي توصلوا إلى الاقتراب منها. يعني مساحة الاقتراب هي يعني بالأمتار في بعض المناطق، ويمكن أن يهدد هؤلاء، وهم بالحقيقة كما وصفتهم مرتزقة وأفكارهم داعشية، ولا يمكن أن نأمن لهم لأنهم رهنوا أنفسهم لغير الهدف السوري، إما أهداف ارتزاقية مصلحية وإما هي أهداف تعمل لخدمة المحتل. بكل الحالات نحن نقول أن الاقتراب من هذه المناطق هو غير آمن، لا يمكن أن يحقق إنجازا لمستقبل صحيح في الحل السوري إلا إذا تم حل هذه المشكلة. طيب المنطقة جرى فيها اتفاقات تركية روسية تركية أمريكية، وبالتالي تم التوصل إلى حالة من الهدوء الحذر، هل ثمت أي تبريرات مقدمة اليوم سواء من أمريكا أو روسيا لكم كمجلس حيال هذه الانتهاكات؟ لا يوجد تبريرات، لأن الدول التي أخذت قرارها في هذه الاتفاقات أخذت قرارها، صحيح أنها شاورت لكنها كانت تتجاوز حدود المشاورة. مجلس سوريا الديمقراطية سمع وشاور، وقوات قسد قوات سوريا الديمقراطية تحدثت في حدود الأمان ويعني الامتثال للقرارات والاتفاقات، لكن الأطراف الأخرى هي التي لم يعني تسير على ما أريد منها في هذه الاتفاقات. أعتقد أنا أن الطموح التركي ما زال موجودا رغم وجود الاتفاقات، رغم وجود هو فقط الأمريكية. جرى تهدئة عسكرية ولكنها لم تهدأ حتى الآن، ما زال هناك مناوشات، ما زال هناك قصف على الآمنين، ما زال هناك إطلاق نار بين فترة وأخرى على الحركة في المناطق القريبة من حدود هذه المناطق التي تم الاتفاق عليها أو فيها. لذلك الضمان ليس موجودا، كما قلت التنافس الروسي الأمريكي هو الذي يجعل التركي متحكما في مسار الحدث، وهذا ما يجعلنا لا أن ننتظر يعني استجابة حقيقية قريبة من أجل أن يكون هناك أمان واطمئنان. يعني إلى أي مدى يمكن القول بأن الوضع الميداني سيبقى هكذا؟ يعني هل الموضوع مؤجل إلى حين الوصول إلى حل نهائي للأزمة السورية؟ الوضع الميداني راجع للتفاهمات الروسية الأمريكية، وأنا أعتقد أن هناك تفاهمات لم تتوقف في هذه المسألة، وهي أيضا تنتظر اقتراب الحل السياسي الذي ليس له آباء، لأننا أبناء سوريا الذين يتفاوضون أو يتحاورون أو يلتقون في اللقاءات سواء كان في جنيف أو في أستانا أو في كل مناطق لا يعملون بهدي الهدف السوري، يعملون بهدي القوى التي تتحكم بمساراتهم، وأعتقد أنا حتى النظام تتحكم به إيران وروسيا، وبالتالي فإن قراراته حتى الآن ليست من بنات أفكاره كما يجب أن يكون، وكل سوري عندما ينظر إلى حركة النظام لا يجده يتحرك إلا من باب أنه يريد أن يعيد دائرة الحدث من أول 2011 وكأن شيئا لم يحصل، وهذا أمر لا يمكن أن يفكر به عاقل، لأن الأحداث التي جرت في سوريا لا يمكنها أن تعود كما كانت سوريا إلا بتفاهمات حقيقية بين السوريين.
أو أن يكون هناك فرض عليهم من خارج سوريا وكما سميتهم الآباء. هؤلاء الآباء هم إذا رسموا المسار سيفرضونه على السوريين إذا لم يتفاهموا. من هنا فإن جولاتنا التفاوضية التي نسعى إليها هي لنقول للآخرين نحن علينا أن نرسم مساراتنا بأيدينا وأن نتحكم بقرار سوريا المستقبل نحن ولا يتحكم بنا الآخرون. يبدو أنه لم يوجد الشريك حتى الآن لما نطرح. طبعا أفرين، ماذا يمكن القول اليوم حيث الانتهاكات التركية المستمرة؟ بكل أسف عفرين ما زالت يعني من مطالبنا الأساسية، وعلينا أن لا ننساها لحظة، علينا أن نجعلها في محور الحدث والمطالبة والدفاع عنها، لأن ما يجري في عفرين هو انتهاكات مستمرة على الشعب في عفرين، والنازحون الذين خرجوا من عفرين يعانون منذ أن خرجوا إلى اليوم دون مساعدات حقيقية كافية. وبالتالي أيضا علينا أن نرى عفرين أمامنا في أي حوار وفي أي اتفاق. عفرين تعاني معاناة شديدة، ليس كأي احتلال، لأن المحتل هو من أبناء البلد والمسيء هو من أبناء البلد، يفترض أن يكون أبناء البلد لكن لا نراه كذلك. وبالتالي فإن الاحتلال الغريب صار أفضل من وجود هؤلاء الموجودين والذين جاءوا من مناطق أخرى ليحتلوا بيوت الآمنين في عفرين. نحن في عفرين نرى أننا أمام مسؤولية كبيرة يجب أن تكون أمام أعيننا حاضرة باستمرار. طيب كقوة سياسية هل تقدمتم بأي دعوات ضد الانتهاكات التركية الموثقة سواء في عفرين أو حتى رأس العين أو تل أبيض؟ بالتأكيد نحن لدينا رسائل إلى أكثر من طرف، للأمم المتحدة، للمنظمات الدولية، لدينا تقارير عن الانتهاكات، هذا كله قمنا به. والحقيقة لا يسمع لنا قول، لأن المنطقة حتى الآن ليست مسنودة بقوى تحمل رسائلها، لأن مثلا مجموعات المعارضة في بداية الأحداث السورية كان هناك من يحملها ويحمل رسائلها ويتحدث باسمها. نحن في هذه المنطقة الإدارة الذاتية مجلس سوريا الديمقراطية لا نجد الحامل الدولي الذي يقف إلى جانب قضيتنا، لذلك نحن نحمل قضيتنا بأيدينا ونتفق مع الدول ونتفاوض معها. لدينا أوراق قوة كبيرة، لدينا أول ورقة قوة هي محاربتنا لداعش وقضائنا على هذا يعني البعبع المخيف للعالم كله، شاركنا مع الدول التحالف من أجل القضاء عليه عسكريا وبقيت خلاياه النائمة، نحن نعالج ذلك. نحن لدينا عدد كبير من الأسرى من داعش، هؤلاء يهددون العالم لو خرجوا وأطلق سراحهم، وكانت تركيا تهدد بذلك وتهدد العالم بأن داعش يمكن أن تتحكم بأوامرهم أو بأمرهم إذا دخلت هذه المنطقة. ونحن حيدنا دخول تركيا عن هؤلاء وأبعدناهم عن مناطق الوصول إليهم من قبلها. ومسألة أيضا الأبناء داعش سواء كان العوائل والأطفال، هؤلاء أيضا ورقة مهمة جدا، نحن نحاول أن نفاوض من خلالها على أن يكون هناك حل إنساني للمنطقة ولهؤلاء، أن تكون هناك محكمة دولية أو محكمة بينية بين الدول التي لديها أبناء عندنا، ونحن بشكل خاص على القانون الذي يمكن أن نتفق عليه. كل هذا هو من أوراق التفاوض التي تكون ورقة قريبة منا ونستطيع أن نكون موجودين فيها في كل المحاضر الدولية. الأمر يحتاج إلى مزيد من الجهد، دبلوماسيا نحن تقدمنا بسبب ذلك، ورغم العدوان التركي أصبحنا الآن نلتقي مع الدول في مقرات وزاراتها، في وزارات الخارجية نلتقي مع وزراء الخارجية لنتفاهم ونتفاوض، بينما قبل العدوان التركي لم نكن نلتقي مع هؤلاء. هل يمكن أن تعطينا أمثلة عن اللقاءات التي تجرونها على مستوى الدول؟ أكثر من لقاء جرى في أوروبا، التقينا مع عدد من وزراء الخارجية،
آخرها كان مع وزير خارجية الفاتيكان، التقينا مرتين في مصر مع وزير الخارجية المصري، كان هناك بوجودنا حضور لوزراء الخارجية العرب أثناء عقد مؤتمر الخارجية العرب، وزراء الخارجية الذي أراد أن يواجه العدوان التركي، وكنا يعني حاضرين في ذلك اللقاء لنقول كلمتنا عن طريق مصر، ولذلك في إمكانية لمزيد من التفاهمات والتفاعل الدبلوماسي الذي وصلنا أولا إلى التواجد والحضور في هذه المؤسسات وإسماع كلمتنا، وربما لاحقا سوف نستطيع أن نقيم شكلا من أشكال التعاون لمواجهة إن كان العدوان التركي من جهة، وإن كان الاستحقاقات التي يجب أن نواجهها في مسائل متابعة المحكمة للدواعش أو متابعة مشاكل أبناء الدواعش من عوائلهم وأطفالهم، وأيضا في مسائل أخرى يمكن أن تكون مع النظام نفسه في حوارات نستطيع أن نتحدث عنها، هي حوارات بدئية لانفتاح سياسي يمكن أن يعيد دورة التفاهمات السياسية. طيب، في جديد موضوع داعش كان هناك تصريح بالأمس لوزيرة العدل الفرنسية تقول لا حل لهذه المعضلة سوى إعادة هؤلاء فيما يخص الفرنسيين إلى بلادهم، ما هو تقييمكم لهذا التصريح؟ التقينا في بروكسل مع مجموعات منظمات دولية من أجل السلام ومحاربة الإرهاب، وفي لقاء حضر مندوبي 8 دول من ممثلي الخارجيات شاركوا في هذا اللقاء، وتمت تفاهمات كثيرة حول كيفية مواجهة التطرف وما يمكن أن يكون من مشاريع لمحاكمة هؤلاء، وأعتقد أن هذا هو واحد من الإنجازات التي يمكن أن تحرك الجانب الأوروبي باتجاه هذه المسألة. طيب، وهذا شيء مهم، لذلك عندما نسمع تصريح مثل تصريح وزيرة العدل الفرنسية نعتقد أنهم يريدون أن يحلوا المسألة فرديا، كل دولة تحل المسألة، ونحن لدينا تصاريح من بعض الدول أنهم يمكن أن يبدأوا فرديا بمحاكمة أو بإعادة أبنائهم إليهم. تحدثت سيد رياض عن الزيارات التي قمتم بها إلى أكثر من دولة كمصر كالفاتيكان، وهنا لابد أن نتحدث عن جليد العلاقة بينكم وبين النظام في دمشق فيما يخص بدء الحوار. تسمع العديد من الدعوات من قبل الإدارة أو حتى مجلس سوريا الديمقراطية لبدء حوار جدي تقابل بتجاهل من قبل النظام، هل نتوقع هنا أي وساطات عربية أو حتى دولية في هذا الإطار؟ حتى الآن نحن نخبز خبزنا بأيدينا، يعني لا يوجد هناك مشاريع لا عربية ولا دولية بهذا الاتجاه حتى اللحظة، ولكن أيضا لم ننقطع عن التواصل مع أطراف من الحكومة السورية لنبحث في كيفية بدء التفاوض من أجل الوصول إلى تفاهمات حقيقية. هذا الأمر مستمر، ويعني أيضا ليس بعيد، هو موجود في يومياتنا ومتعدد الاتجاهات حقيقة، لذلك نستطيع أن نقول أن هذا يمكن أن يفتح بابا لمزيد من التقارب العقلي والفكري، لنفهم بعضنا أكثر ونعطي مجالا للتقارب. إذا استطعنا أن نصل إلى هذه التفاهمات يمكن للعالم كله أن يأتي وراءنا ليدعم الاتفاقات، إلا أننا حتى الآن لا نجد دفعا قويا من أي جهة دولية. طيب، الآن كسؤال أخير فيما يخص هذا الشأن، هل يمكن القول بأن الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية وكل القوى العسكرية والسياسية القائمة في شمال وشرق سوريا قطعت الشوط المناسب فيما يخص إثبات ذاتها سواء على الصعيد المحلي أو حتى العربي أو حتى الدولي؟ لا نستطيع أن نتحدث عن إمكانيات دخول في أي معترك سياسي أو حياتي يومي إذا لم نكن متمكنين من إدارة أمور حياتنا بأنفسنا. ما يجري في هذه المناطق عبر الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هو إنجاز كبير جدا، إنجاز
يؤمن الاستقرار للناس، يؤمن المعيشة المقبولة للناس. أوضاع الناس في هذه المناطق مختلفة تماما، أكثر استقرارا من المناطق في ظل سيطرة النظام أو المناطق الأخرى تحت سيطرة بقية الأطراف. لذلك نحن موجودون ونفرض بوجودنا هذا رأينا وموقفنا السياسي، ولا يستطيع أحد أن يتجاوزنا. الحالة السياسية مستقرة، التوجهات السياسية معبرة ومقبولة، وانفتاحنا على الجميع واقعي ومنطقي. نحن نعمل بإرادتنا دون توجيه من أحد، ولذلك نستطيع أن نتقدم خطوة على الآخرين الذين ينتظرون إشارات ممن يقفون وراءهم. تقصد كل أطراف الصراع في سوريا؟ كل أطراف الصراع. النظام لا يستطيع أن يتحرك لوحده إذا لم يكن هناك إشارة، هو أيضا وراءه قوى تسير حركته وأموره، وبقية أطياف المعارضة تنتظر إشارة، وهناك من يسير قرارها وأمورها. نحن نسير بقرارنا الذاتي في منطقة شمال وشرق سوريا. طيب سيد رياض والسادة المشاهدين، مستمرين في هذا النقاش بعد أن نتابع التقرير التالي. تواصل قوات النظام السوري شن مزيد من الضربات الجوية والمدفعية على مدينة إدلب وأريافها رغم الهدنة التي أعلنتها وزارة الدفاع الروسية، ما أسفر عن سقوط مزيد من الضحايا المدنيين. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد في تقرير له ارتفاع عدد الشهداء المدنيين إلى 19 شهيدا في ضربات جوية نفذتها طائرات النظام على محافظة إدلب شمال غرب سوريا. ففي مدينة بنش استشهد 7 مدنيين بينهم 3 أطفال و4 نساء نتيجة الغارات الجوية التي شنتها طائرات النظام على سوق شعبي، فيما استشهد 4 مدنيين من عائلة واحدة بينهم 2 طفلة وإصابة نحو 8 آخرين جراء الغارات الجوية على بلدة النيرب، و8 مدنيين آخرين بينهم 1 طفل بقصف للطيران الحربي للنظام على مدينة إدلب. على صعيد متصل، واصلت طائرات النظام الحربية والمروحية قصف المنطقة مستهدفة كل من كفر روما ومعرة النعمان ومحيطها وأريافها الجنوبية والشرقية. نقطة المراقبة التركية الواقعة بجبل عندام في ريف حلب الشمال الغربي كانت أيضا هدفا لقوات النظام عبر استهدافها بصاروخ موجه دون ورود معلومات عن حجم الخسائر. تزامن ذلك مع وصول حشود عسكرية كبيرة لقوات النظام إلى المدينة، بالتزامن مع وصول تعزيزات الفصائل المسلحة إلى محاور القتال. من جهة أخرى، بدأت قوات النظام بتجهيز 3 معابر إنسانية على حد زعمها لخروج المدنيين نحو مناطق سيطرتها في ظل التصعيد الجوي الذي تشهده عموم محافظة إدلب، مدعية أن المعابر الإنسانية ستبدأ بالسماح للمدنيين بالخروج ابتداء من الأحد، وهذه المعابر هي الهبيط وأبو ظهور في إدلب والحاضر في ريف حلب الجنوبي. مرحبا بكم من جديد. نرحب بضيفنا في الاستوديو رياض ضرار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، وأيضا ينضم إلينا في هذا النقاش من دمشق الدكتور أحمد الدرزي، كاتب وناشط سياسي مستقل. مرحبا بالضيوف. أبدأ من عندك في هذا النقاش سيد أو دكتور أحمد، برأيك ما الهدف من هذه الهدنة الجديدة اليوم في إدلب وموافقة دمشق وروسيا عليها؟ أولا شكرا لكم على الاستضافة، وشكر أيضا للأخ رياض ضرار شريكنا في هذا اليوم. أهلا بك. ولكل المتابعين، حقيقة الموضوع بما يتعلق في إدلب والاتفاق الذي حصل ما بين موسكو وأنقرة، ما بين الرئيسين بعد اللقاء الأخير في إسطنبول، هو يعبر بشكل تفصيلي عن نظام إقليمي يتم المحاولة الآن لإيجاد مناخ ملائم لولادته على مستوى المنطقة، وخاصة ما بين روسيا وتركيا، وبغياب دمشق وطهران عن المشهد في هذه المرحلة بسبب طبيعة الظروف التي تمر بها دمشق وطهران، الظروف القاسية.
التعبير عن الهدنة ليس بالضرورة هو اتفاق حقيقي باتجاه الوصول إلى توافق كلي بما يتعلق في منطقة إدلب، لأن استحقاقات إدلب مرتبطة بأكثر من ملف إقليمي وخاصة بالملف الليبي. نحن نعلم بأن أنقرة وموسكو اتفقتا على وقف إطلاق النار، وأعلنت موسكو يوم الخميس الماضي بأن الهدنة سوف تبدأ من الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الخميس، ولكن أنقرة لم تعبر عن هذا الموضوع وأرجأت الإعلان إلى يوم السبت، وأعلنت أن السبت ليلا يعني بمعنى صباح الأحد سوف يتم وقف إطلاق النار، وهذا يعبر عن تباين ما بين الطرفين محوره ليس فقط إدلب وإنما محوره ليبيا، لأن الاتفاق بطبيعته كان قد تم أن يكون محصورا في ليبيا وفي سوريا بنفس السوية، وقد أعلن الطرفان عن هدنة عن وقف إطلاق النار، دعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا وربما بالتشاور مع الاتحاد الأوروبي الذي ذهب إلى برلين والتقى ميركل سيد بوتين. على ما يبدو بأن الاتفاق لم يحصل بشكل كامل وحقيقي ومرر إلى مرحلة قادمة، فقد كان واضحا أن في ليبيا لم يتم الاتفاق، فقد أعلن خليفة حفتر قائد الجيش الليبي الجيش الوطني الليبي أعلن بأن لن يلتزم بوقف إطلاق النار، وأن المعركة مستمرة وقد اتجه من مدينة سرت إلى مدينة مصراتة. طيب. وهذا ما هدد تركيا فأعادت الموضوع في إدلب. ما وقع هذه الهدنة الجديدة اليوم على الأرض برأيك دكتور أحمد؟ يعني كل الهدن السابقة كان هناك فيها انتهاكات، تبادل للاتهامات عن المسؤول. اليوم يعني هل قدمت أي ضمانات جديدة لسواء دمشق أو حتى موسكو اللتان لطالما تحدثت عن عدم التزام تركيا بالاتفاقات المبرمة حول إدلب؟ من الواضح أن تركيا لا تريد أن تتخلى عن ملف الشمال السوري بأكمله من محافظة إدلب وانتهاء بالحدود العراقية السورية بالمنطقة الشمالية، وهي تراهن بكل لحظة من اللحظات على تغيير معادلات القوة على الأرض من خلال تغيير معادلات القوة المعادلات الإقليمية والدولية لكي تبني على شيء مقتضاه وتذهب بعيدا في ترسيخ مفهوم المنطقة الشمال السوري جزءا من الاتفاق الملي أو بالأحرى من ما يسمى معاهدة الحدود الملية لتركيا عام 1920. طيب. تركيا لا تريد أن تتخلى بأي شكل من الأشكال عن هذه المناطق، وتوجد المبررات والأعذار كي تنقض كل المواثيق والاتفاقات كي تحقق أمالها في منطقة الشمال السوري. طيب نعود إليك سيد رياض، في خضم التصعيد مؤخرا في إدلب جرى الحديث عن موقف تركي متخاذل كونه ضامن للاتفاقات الهدنة ووقف إطلاق النار في إدلب، البعض فسر الأمر بمحاولات أردوغان لعقد اتفاقات في مناطق شمال وشرق سوريا، وبالتالي مؤخرا جرى الحديث عن مساعي تركيا لوقف إطلاق النار. مجلس سوريا الديمقراطية كيف يراقب الأحداث في إدلب؟ تحية لرفيقنا وصديقنا الدكتور أحمد، الحقيقة أنا سعيد بوجوده معنا. الدور التركي منذ البداية دور مخذل، لا يمكن أن نرى لحظة واحدة منذ بداية الأحداث في سوريا تقول عن هذا الدور أنه دور إنساني أو دور طبيعي، هو دور من ينتظر الفرصة ليقتنص، وهذا ما يفعله الآن. وبالتالي فإن الدور التركي كان كبيرا ومؤثرا في أولا إنهاء الجانب العسكري لبقية الأماكن التي تم إنهاءها تحت اسم خفض التصعيد في آستانا، وبقيت إدلب وهي تحاول الآن أن تعمل هذا الدور للقضاء على إدلب. في الحقيقة أنا في فكرة مقاتلة ومقاومة الداعشيين والمتطرفين هذا أمر لا نختلف عليه، لكن المشكلة المدنيين الذين يعانون الآن، والمشكلة الأخرى هي في التغيير الذهني لهؤلاء الذين يعانون، أصبحوا يحملون أفكار متطرفة بسبب الأحداث التي تجري. نحن نعاني أو نتأثر أو يعني نغضب
لمقتل المدنيين في كل لحظة وحين بسبب وجود هؤلاء. طيب. والدور التركي هو دور مشجع لهذه المسألة، لأنه لا يساهم في الحل وإنما يساهم في تصعيد الحل ليكسب على حساب الأرض السورية والشعب السوري. التصعيد مؤخرا في إدلب نجم عنه مئات الآلاف من حالات النزوح الذين رزحوا ما بين مطرقة التصعيد وسندان الأبواب المغلقة التركية. كانت هناك دعوة من القائد العام لقسد لهؤلاء النازحين للقدوم إلى مناطق شمال وشرق سوريا. اليوم كيف يمكن تقييم هكذا دعوة؟ هذا هو مشروعنا الذي قلنا أنه منذ البداية نقول هذه المنطقة هي مكان أمان لكل السوريين، وبالتالي أن هذه الدعوة هي دعوة وطنية بامتياز، ويستطيع أن يقرأها كل الوطنيين. لاقت قبولا عند أهل إدلب، وهي مفتوحة أيضا للنازحين الذين يخرجون من مناطق التوتر ليجدوا أمانا لهم في هذه المنطقة. هذه المنطقة فتحت قلوبها منذ البداية، لديها أكثر أو بحدود 1,000,000 نازح كان، وبالتالي فإن حضور النازحين من إدلب وحتى عودة المهاجرين من تركيا هذه المناطق تستطيع أن تحتويهم وأن تحتملهم، لأنها هؤلاء أبناء بلد وهذا بلدهم، يمكن أن يوجدوا في مناطق آمنة وينتظروا حين تتكامل أو تكتمل العملية السياسية ليعودوا إلى ديارهم. طيب. وبالتالي فهذه العملية هي عمل أو يعني عمل وطني بامتياز. طيب، أنا بقيت معي بالحقيقة أقل من 3 دقائق، وبعرف أن السؤال الذي أطرحه بده وقت أكثر، لكن هذا الوقت المتاح راح أبدأ من عندك دكتور أحمد فيما يخص يعني الطرح القائل بأن إدلب اليوم من يقف حجر عثرة أمام حل نهائي للأزمة السورية وإلى وإمكانية أن يحمل 2020 حل نهائي لهذه الأزمة التي طالت في الحقيقة. حقيقة إدلب نقطة تجاربات لقوى أقليمية ودولية كثيرة، كل الأطراف الأقليمية والدولية لها دور في إدلب، وبالتالي فإن ما يحصل في إدلب بالدرجة الأولى في هذه المرحلة يعبر عن طبيعة التوازنات القائمة والصراعات المستمرة ما بين القوى الإقليمية المتعددة والقوى الدولية لمصالح قد تكون متباعدة ومختلفة. فلذلك الحل في إدلب يرتبط حقيقة بمصير الحل السوري بشكل كامل، والذي يعتمد بشكل أساسي على موضوع محاربة الإرهاب ومكافحة الإرهاب وتحرير كل الأراضي التي احتلت في سوريا، إن كان من قبل إسرائيل أو من قبل تركيا بالسنوات الأخيرة. ومن غير هذا الأمر فإنه لا حل لا في إدلب ولا في كل المناطق، وسوف تبقى المسألة السورية متأزمة وفي أتون الصراعات الإقليمية والدولية إلى أجل غير مسمى وغير محدد. تفضل سيدنا. يعني الدور التركي كما قلت هو دور مؤثر، هو سبب كثير من التخاذل. إدلب يمكن أن يكون الحل فيها بإبعاد التأثير التركي عن هذه المنطقة، وأيضا لإيجاد حل حقيقي للمسلحين الموجودين فيها. تركيا حاولت في الفترة الأخيرة أن تحمل بعضا منهم لتغيير يعني وجهة البارودة إلى ليبيا، ولذلك دخلت ليبيا على الخط الآن. نحن ضد أن يذهب سوري واحد إلى ليبيا، وبالتالي فإن تركيا عليها أن تتحمل نتائج ما يجري حتى الآن أخلاقيا وسياسيا، وعلى كثير من الدول أن تقف موقفا حازما تجاه الموقف التركي. ثم إن السوريين يستطيعون إذا جلسوا مع بعضهم أن يتفاهموا، وهذا ما علينا أن نقوم به. أنا أشكرك جزيلا رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية على كل هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا. ونشكر ضيفنا من دمشق أحمد الدرزي كاتب وناشط سياسي مستقل. وصلنا وإياكم لنهاية حديث اليوم لهذه الليلة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.